محافظة القاهرة وغالبا الجيزة كمان بكرة، القمامة، جمع القمامة. يمكن ده خبر لو احنا هنتعامل معاه او نتكلم عنه، انه بدل ما حضرتك بترمي في الشارع تلاقي واحد راكب احدث عربية وماسك البيبسي ولا الورق ولا مش عارف علبة العصير رميها، فاتح الازاز ورميها في الشارع، بتشوفها طبعا بتشوف. لا وده في ناس ايه الكيس، يعني يبقى واخد كيس الزبالة من بيته ويرميه في الشارع. حان الوقت ان احنا نراجع نفسنا. القاهرة هتبدأ من بكرة، وبدأت التجريبي انهم هيشتروا القمامة من المواطن. ويمكن التجربة دي كانت في محافظة الفيوم من 3 شهور، القاهرة بدأتها، وهيتم الافتتاح او التدشين الرسمي يوم السبت تقريبا. وعملوا اسعار، يعني حضرتك ما عليك انك في بيتك والنهارده يمكن زملائنا في موقع صدى البلد نزلوا ده المكان اللي هم فيه، مكانين في مصر الجديده، لانه استلام القمامه من الناس، وحاطين الاسعار زي ما قدام حضراتكم اهي. الاسعار موجوده، ان اي انواع بلاستيك ازايز او غيرها الكيلو ب 150 قرش، كيلو الورق والكرتون هيكون ب 50، الخشب ب 20، الالومنيوم ب 12 جنيه وده اكبر رقم، علب الكنز والاطباق الفويل الحراريه وغيرها هيكون الكيلو ب 3 جنيه. يعني بدل ما حضرتك الحاجه من بيتك اهو، يعني الحاجه تبقى تفصلها من بيتك كده اهو، وقدامنا ادي اسعار تانيه اهي، الكنز اهو 9، البلاستيك ب 3، الازاز ب 20، كرتون بجنيه، الورق ب 80 قرش. دي اسعار موجوده. فلو انت النهارده بنتكلم على الحاجات ديت اهو، اسعار حضرتك حاجات ما ترميهاش، خليها حد ده ساعة. احنا بنتكلم على الكيلو طبعا، دي اسعار الكيلو، وزن كل حاجه بالكيلو. حضرتك يعني ممكن تعمل رقم بدل ما حاجه بترميها في الشارع والشارع يتوسق اهو، بيقول لك دي منظومه بتتعمل في محافظه القاهره، وهذه المنظومه نبدا نشتغل عليها. اشتغل عليها ازاي؟ احنا كمواطنين هيبقى في عربيات هتلف على البيوت، هتاخد الحاجات من عند حضراتكم، واللي قريب منه المكان ده يروح هناك ياخد الحاجه بيوزنها له بيدوا له الفلوس وهو واقف، وناخد الحاجات دي بتروح لي بالتدوير، المصانع بتاعه التدوير وكده، والازاز والكلام، بدل ما نبقى احنا جزء بنساهم في النظافه كمان، بنساهم وبناخد كمان فلوس. ارجو انه هذه التجربه يتم تعميم هذه التجربة بكرة، كمان هيكون اللي هو كمال الدالي في محافظة الجيزة بيعمل هذه المنظومة، كمان تعمم في كل المحافظات، ونبدأ احنا نستفيد، نبدأ ننظف شوارعنا بدل ما احنا. طبعا بعض الناس ايه قالك طب ما هو كان زمان، على فكرة فعلا كان زمان بيعدي عربية الكارو وما كانش عندنا مشاكل، وبيلف بياخدها وبيروق وبيتكل على الله، لا فلوس ولا غيره، ولكن كانت بلد نظيفة. النهاردة برغم ان عندك عربيات وبتلم، ولكن بتلاقي اكوام قمامه موجوده في الشوارع. الاليه اللي موجوده، التنسيق ما بين الناس اللي هيئه التجميم وبين الناس اللي بتوع القمامه وبين جميع ده ممكن ياثر ازاي؟ ارجو ان احنا نحل هذا الامر كمان، لانه ممكن هيساعدنا كتير جدا لو احنا بنبحث عن ازاي بلدنا تكون بلد جميله، ان كل واحد كمان بيبص لبلدنا محتاجينها تكون بلد فعلا محترمه، ونرجع لها يعني بهجتها كده وجمالها. ان شاء الله يا رب تكون هذه المبادرة تكون بداية كويسة في القاهرة، في الجيزة، اسكندرية، كل المحافظات يمتد ليها هذا الامر، وتدخل فلوس الناس بدل ما احنا عمالين ناخد حاجتنا نرميها في الشوارع، وتبقى اكوام في كل مكان. مفيش مكان على فكرة في اي حتة هتلاقي الزبالة موجودة، فنحافظ على ده، ويكون عندنا دورنا التوعية للمواطنين، تعالوا بيعوا أو نزلوا حاجتكم أو هاتوا حاجتكم، وهتاخد تمنها على طول حضرتك وانت واقف بالأسعار اللي هي موجودة وأعلناها لحضراتكم من شوية. كل الأنواع اللي موجودة، افصل، اعمل عملية فصل في البيت وانت قاعد كده، العلب ديت في شنطة، الورق في شنطة، الإزاز في شنطة، البلاستيك في شنطة، خدهم ويلا وديهم هناك. شفنا التجربة دي واحنا موجودين
اعتقد في اليابان، اليابان او المانيا او الاثنين. شفنا في وعرضناها لحضراتكم في وقتها واحنا مع السيد الرئيس اللي عاملين في الشارع صناديق في الشارع، واحد للازاز واحد للورق واحد للبلاستيك في الشارع، عاملين الكلام ده بحيث انه حضرتك لو انت بتشرب حاجه وانت في الشارع قدامك اهو بتحطها في المكان بتاعها، وبتيجي عربيات تاخدها كل واحده بتبقى في المكان بتاعها من اولها، مش لسه هنبدا نفرز. فاكرين دلوقتي بداوا ينزلوا ناس في الشارع كلنا بنشوفهم، تلاقي عيال صغيرين كده قاعدين يفرز ده ويفرز ده والحاجه بتترمي في الشارع. لا دلوقتي ما بقاش، يبقى الفرز من بيتك لو سمحت كده، وحد هيجي ياخد من عندك الحاجه او انت تنزل توديها للمكان اللي هي الكشاك اللي هي منتشره النهارده في هتبقى موجوده في مصر الجديده كتجربه، وفي الجيزه من بكره كمان في محافظه الجيزه بدايه هذه التجربه، ونشوف هذه التجربه تعمم، يا رب تكون فكره ناجحه.